مشاهدينا الكرام صباح الخير، يسعد صباحكم بكل الخير والحب والعافية والبركات. مشاهدينا دائما بنسمع بأنه حروق الوجه وحروق الجسد هي موت على قيد الحياة. من خلال أطباء بلا حدود بيحاولوا أنهم يساعدوا هدول المرضى، مرضى الحروق، بإتمام عملية الشفاء بعد ربنا سبحانه وتعالى بالتأكيد بمساعدتهم بقدر كبير لتجاوز هاي المرحلة الصعبة بحياتهم من خلال استخدام بعض التقنيات المعروفة عالميا، وأيضا منها ما هو جديد دخل إلى قطاع غزة منذ عامين بالتحديد. خلينا نتعرف أكثر مشاهدين على هاي التقنيات وعلى هاي الوسائل وكيف بتم مساعدة المرضى هون بأطباء بلا حدود. خليكم معنا. أطباء بلا حدود موجودة في قطاع غزة من سنة 2000 بوجود برامج طبية بنتابع حالات الحروق الناتجة عن الإصابات المنزلية وال يعني بنسميهم domestic accidents. عندنا 4 عيادات موجودة في قطاع غزة، بالإضافة إلى عملنا مع مستشفى الشفاء في قسم الحروق لمتابعة هذه الحالات. الخدمة المقدمة في عياداتنا هي الغيار لهذه الحالات والعلاج الطبيعي والوظيفي لتأهيلهم بعد هذه إصابة الحرق. تقريبا نسبة كبيرة منها ناتجة عن الإصابات اللي يعني الحوادث المنزلية، وفي قطاع غزة مكتظ سكانيا وفي منطقة ضيقة يعتبر من أكثر مناطق العالم، وسبب القطاع الدائم للتيار الكهربائي بتصير في حوادث منزلية، بنكب الشاي المي السخنة على الأطفال نسبة كبيرة منهم، والأمور مثل هذه الاستخدام السيء للطاقة البديلة الغاز أو النار، نسبة كبيرة منهم أطفال، يعني 60% من الحالات اللي بنشوفها أطفال 60%، و 30% منها 60% أقل من 5 سنوات. طبعاً عياداتنا الموجودة في 4 مراكز في قطاع غزة بتستقبل الحالات المحولة من وزارة الصحة، مستشفيات وزارة الصحة أو العيادات الحكومية أو عيادات وكالات الغوث. المريض يعني بيجي على العيادة، بتم تسجيله وبنفتح له ملف طبي، وحسب حالته يقيم من الطبيب الموجود في العيادة إذا بيحتاج غيار، كم يوم غيار حسب نوع الحرق، أو خلينا نقول الليفل تبع الحرق إذا كان درجة ثانية أو ثالثة طبعا، وهل يحتاج إلى علاج طبيعي، لأنه هذه الحالات مش فقط تحتاج إلى غيار للجرح، لأن الجرح بعد ما يطيب بيصير فيه تشوهات أحياناً جلدية، فبيحتاج تدخل من فريق العلاج الطبيعي والتأهيلي، بيعملهم مشدات إما بالسيليكون أو مشدات بالأقمشة أو بالمساج، وأحياناً إذا كان الحرق في الوجه يتم عمل له قناع وجهي عن طريق تقنية ثلاثية الأبعاد 3D، فيعني حسب نوع الحرق. زي ما انتم شايفين الحالة هذه احنا بنواجه حالات شبه هذه بشكل يومي، بتتعرض للحروق من الدرجة الثانية والدرجة الأولى والدرجة الثالثة، وهذه طبعا بأسباب كثيرة، أكثرها طبعا السوائل الساخنة وإصابات الأطفال من هذا الإشي. بيجينا طبعا حالات كبيرة لما بيصير حالات انفجار زي انفجار مولدات، انفجار في احيانا في المطابخ بسموهم تراجع الضغط، فهذه بتسبب حروق كبيره. احنا هنا بنتعامل معها كحاله جديده، بنشوفها بنقيمها في بعض الاحيان او في اغلب الاحيان ممكن نحولها لفريقنا الجراحي في مستشفى الشفاء، لانه حسب تقييمنا بنشوف انه هذه الحاله ممكن تاخذ وقت اطول في العيادات مما يؤثر سلبا
على الجلد وبسبب مضاعفات، لهيك بنحولها للشفاء. ممكن يعملوا لها هناك رقعة جلدية، هذه الرقعة بنتم بعديها متابعتها بالعيادة مع فريق العلاج الطبيعي، وهذا بقلل فترة العلاج ومنه بيأثر إيجاب على صحة المريض من ناحية اللي هو السكار، هذا اللي هو الجلد لما يكون ياخد فترة طويلة في العلاج بيصير ينمو بشكل متزايد، وهذا بيعمل تشوهات لدى المرضى. فلهيك احنا بنحاول يكون خيارنا الأول اللي هو مساعدة المريض من ناحية تحويله على الشفاء لوحدة العمليات الخاصة فينا هناك، أو أنه بنتابع في العيادة هنا لو كان الجروح يعني بسيط وممكن احنا نتعامل معه على مستوى العيادة. صار معي انفجار مولد في الدار، بدي اشغل الكهرب كان قاطع، بدي احول مي على الدار. لو الماتور بقى ايش يسيل بنزين، لو انفجر عملته ضلت اجري، الوالد جنبي لحق نصر طفي فيها، ما لقيت حالي الا في العناية المركزة. قعدت في العناية المركزة 27 يوم. جتني دكتورة من طباب الحدود تاعت التخدير اسمها الدكتورة ريم محمود، وبلشت معي ايش في اللي قالت لي بدي اخذ من جسمك رقع وبدي ايش اريحك من الوجع بدل ما ايش نضل برهم ومش عارف ايش. عملت لي الرقع الدكتورة ريم والحمد لله، يعني طباب الحدود يعني للأمانة هذا فضل من ربنا يعني موجود عنا. انا ما بقيت اغير، بقى عندي غيار يوم في الصحة ويوم في طباب الحدود. يوم ما كن في الغيار تبع طباب الحدود والصحة يعني كلهم تمام، بس الجهد بالذات للحروق مع طباب الحدود أفضل شيء. صار عندنا تسريب غاز في الدار يوم جمعة، كان 11 صار تسريب غاز وولعت الدار كلها، وأنا انحرقت يعني كله وتعالجت في الشفاء في قسم الحروق، وكان من ضمن في قسم الحروق من ضمن الأطباء تعاون الشفاء كان قسم طباب الحدود، كان برضو مشرف علي في هذه الحالة، ونعمل عملية أنا في وجهي، نعمل عملية وجهي كان يعني مش زي هيك، نعمل عملية في وجهي وفي رقبتي وجسمي كله في طباب الحدود. وبعد ما خلصت علاج في الشفاء طلعت من الشفاء وتوجهت وين مكان طباب الحدود هي، وبتعبوا معي الدكاترة وبيشتغلوا لي يعني علاج طبيعي وتدليك وغيرات وضواغط وسيليكون للحرق. احنا في اطباء بلا حدود بنتعامل مع حالات الحروق من سنين طويلة، ولكن الحالات كانت حروق الوجه كانت قليلة جدا، يعني كنا نتعامل تقريبا في السنة مع من 6 إلى 8 حالات فقط. لكن فجأة بعد ما حدث حريق في الانصراط زي ما شفنا في المخبز، نتج عنها حالات حروق وجه بشكل كبير، يعني فاقت 25 حالة. فكان لزاما علينا ان احنا نبدأ نتطور في هذا المجال، ونبدأ ان احنا نوجد تقنية تساعد المرضى وتحاول انها تبعد عنهم المضاعفات وتعالجهم بطريقة اسرع وافضل من الطرق التقليدية اللي كانت زمان. فبدأنا بتطوير قسم الأقنعة ثلاثية الأبعاد. طبعاً المنظمة وبحمد الله طبعاً ساعدتنا كتير، زودتنا بأجهزة تقنية حديثة، زودتنا بسكانر حديث، كمبيوتر لابتوب طبعاً متطور جداً عشان يتحمل أخذ التقنية هذه. وبدأنا فعلاً بإنتاج الأقنعة في غزة. واجهنا بعض الصعوبات في البداية، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتجاوزها من تدريبات عن طريق الفيديو كونفرنس من باريس، وبدأنا بإنتاج الأقنعة. إذن مشاهدينا الكرام، بهيك تعرفنا وإياكم على علاج الحروق في قطاع غزة وبالتحديد من أطباء بلا حدود. نتمنى السلامة التامة للجميع دائما وأبدا. تحياتنا لكم على حسن المتابعة، يسعد صباحكم.